بأضواء الأعياد وأمنياتها تزين العالم في ليلة الميلاد بحلة الفرح التي يأمل معها بالخلاص من الأزمات وأهمها الوباء الذي سيطر على حياة الملايين. خلال العامين الماضيين يا نادين، على الرغم من إقفال العديد من الدول مجدداً في ليلة الميلاد خوفاً من تداعيات متحور أوميكرون، لم يمنع ذلك من إقامة دول أخرى للاحتفالات هذا العام، حيث اكتست عشرات المدن بحلة العيد وتزينت شوارعها بأشجاره والتي تجمع حولها المئات من المحتفلين. تزينت شوارع وأحياء وزقات مدينة بيت لحم احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، وخاصة ساحة المهد التي تزينت بالزينة المعتادة والتي أطفت على الاحتفالات أجواء البهجة والفرحة. بهجة عمت المكان، عشرات الفرق الكشفية نشرت ألحانها في أرجاء كنيسة المهد وفي شوارع مدينة السيد المسيح بيت لحم احتفالا بأعياد الميلاد حسب التقويم الغربي. احتفالات بيت لحم هي دائما احتفالات مختلفة عن أي مكان آخر لأنها مدينة الميلاد. نحتفل هذه السنة بطريقة مختلفة عن العام الماضي بالرغم من وجود جائحة كورونا. هناك سياحة داخلية وسياحة من 48 خلال هذه الفترة، ولكن السياحة من دول العالم بعد أن بدأت الشهر الماضي توقفت بسبب المتحور الجديد. نتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها عن قريب. انخفاض ملموس شهدته الأراضي المقدسة في عدد السياح والحجاج الأجانب بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لكن هذا لم يمنع بهجة العيد من فرض أجندتها في كل تفاصيل الحياة. في قمة الروعة، في قمة الفرح، في قمة السرور، باللمات الحلوة. بصراحة بتجنن، أنا أول مرة بحضر العيد ميلاد. معنا السلام إن شاء الله، حياة سعيدة يا رب، وسنة خير على الجميع. فرحة العيد غيبت إجراءات الوقاية عن وجه المحتفلين الذين بحثوا عن السعادة فوجدوها في معنى العيد وإن لم تغب أصلاً عن مظاهره. في مدينة بيت لحم انتصر الأمل على الألم وعمت السعادة وانتشر الفرح رغم القيود المفروضة على الاحتفالات لهذا العام بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا وقلة السياح. لم تمنع المحتفلين بإحياء هذه الليلة بقمة البهجة. من ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، خالد القاسم، العربية.